اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من اميره في المطبخ. النهارده عندنا ثلاث وصفات لذيذ جدا. عندنا صنف حلو عباره عن شوكولاته بالرمان، بسيط وسريع جدا زي ما احنا متعودين. عندنا صنف سلطه حلو قوي لانه معمول باللوبيا، مش ناس كتير بتاكلها فاحنا قررنا ندخلها في سلطه. وعندنا كمان صنف فته، بس مش فته بالخل والثوم، دي فته شاورما وهنعملها بشاورما اللحمه، فهتكون ان شاء الله تعجبكم. اول حاجه هبدا بيها الشوكولاته عشان عايزه ادخلها الثلاجه وتجمد عشان الحق اوريها لكم. دول تشوكليت شيبس او حبيبات الشوكولاته، مش موجودين، نقدر نستخدم الشوكولاتة الخام ونقطعها أو نبشرها. عندي شوية من حبوب الرمان، جنزبيل بودرة، وفستق. نقدر طبعا نستبدل الفستق بأي نوع مكسرات انتوا حابينه. الجنزبيل المفروض أصل الوصفة فيها جنزبيل مسكر، بيبقى عبارة عن قطع جنزبيل فريش ومتسكرة. احنا للأسف ما لقيناهوش، فلقيتها فرصة ان انا اقول لكم انه لو ما لقيتوهوش تحطوا جنزبيل بودرة. لو لقيتوه هو بيتباع في المحلات بتاعة المكسرات، طبعا هيبقى لطيف ان انتوا تستخدموه. هنسيب الشوكولاتة هنا على حمام مائي. يعني ايه حمام مائي؟ يعني عندي هنا مية بتغلي، وعندي هنا البولة اللي محطوط فيها الشوكولاتة، وهنوطي النار شوية ونسيبها لحد ما تسيح. في الوقت ده هقول لكم المقادير بتاعه الفته. عندنا هنا رز بسمتي مغسول ومنقوع ومتصفي، هنحط له قرنفل، قرفه، زعفران. لو ما قدرتوش تجيبوا الزعفران نقدر نستخدم الزعفران البودره، وهنحط له شويه شوربه لحمه. عندي البيس تحت خالص قبل الرز هيبقى عبارة عن شوية عيش شامي، احنا قطعناه مكعبات قليناه في زيت غزير ورفعناه صفناه. الطبقة التانية هتبقى الرز، والطبقة الأخيرة فوق هتبقى الشاورما. فدي لحمة متقطعة شاورما، بهارات شاورما، أكيد طبعا هنحط ملح وفلفل في كل الطبقات. وبهارات الشاورما دي بتتباع عند العطار او في قسم التوابل، في منها للحمه وفي منها للفراخ. هنحط طبعا زيت ذره، وكمان في الاخر خالص هنعمل الخلطه بتاعه الشاورما المميزه جدا. طماطم، بصل، بقدونس، هينزلوا تشويحه واحده مع اللحمه في الاخر زي ما عملنا في شاورما الفراخ قبل كده. كمان هنقدم معاه التوميه السريعه، سريعة خالص، وهنعمل مع بعض مرة بعد كده شاورما تومية بس على أصولها. يعني احنا دي السريعة كده اللي نعملها في البيت بسرعة. الشوكولاتة هنا بدأت تسيح، مش هقدر بقى أمشي واسيبها عشان ما تتحرقش، نديها معلش دقيقة كده تقليب. أول ما نبتدي نحس إنها بدأت تسيح خالص تقدروا ترفعوها من على النار، وهي برضو على الحرارة بتاعة المية هتبتدي تسيح. هنعمل ايه؟ انا مجهزة هنا عندي ورقة سيليكون مفيدة قوي، بتتباع في كل السوبر ماركتس دلوقتي، مفيدة حقيقي. يعني لو تقدروا تجيبوها، لو مش موجودة هنحطها على ورق زبدة كده. هنا خلاص هرفع دي ونطفي هنا، وهنجيب شوية من الجنزبيل. تقدروا كمان في الوصفة دي تستخدموا شطة، يعني كومبينيشن بيبقى حلو قوي، او المزيج ما بين الشطة والشوكولاتة بيبقى حلو قوي لو انتوا حابين. انا شخصيا ما بحبش الشطة خالص فمش هحط. فستق تقدروا تستخدموا اي نوع فاكهة مكسرات انتوا عايزينه، بس طبعا الفستق مع الشوكولاتة يعني من الحاجات الحلوة. وبعدين هناخد ده كله نروح هنا ننزله كده. دي هتبقى شوكولاته شوكولاته، يعني مش هتبقى سايبه، هتبقى شوكولاته ماسكه نفسها. نقطعها بعد كده بعد ما تجمد ونقدمها. صنف سريع جدا ولطيف، ولو عايزين تستغنوا عن
الجنزبيل، بس انتوا مش هتحسوا بطعم جنزبيل، انتوا هتحسوا بطعم غريب بس انتوا مش عارفين هو جاي منين. على وشها هنحط الرمان، وندخلها بقى ايه التلاجة عشان نفضى بقى للشاورما. عشان نعمل الشاورما اول حاجة هنعملها ان احنا نحط هنا الطاسة اللي احنا هنشتغل عليها عشان تكون سخنة. ونتبل اللحمة. وهنا هنشغل عشان نعمل الرز. حط بقى نقطة من زيت الزيتون في كل واحدة منهم. شوية زيت زيتون هنا وشوية زيت زيتون هنا، أو زيت ذرة، ده زيت ذرة، أي نوع زيت، ممكن شوية زيت ده كمان لو انتوا عايزين كده. عايزة احط هنا القرنفل، القرفة، الزعفران هسيبه للآخر، ملح وفلفل. عايزين بتحطوا حبهان، عايزين تحطوا مستكة، اللي انتوا عايزينه، اي اضافات انتوا عايزينها. اللحمة هنحطها هنا، وعايزين نتبلها ب، هحط عليها نقطة بس صغيرة قوي من الزيت عشان يساعدني ان التتبيلة تمسك عليها، نقطة زيت ذرة، ملح وفلفل طبعا، وبهارات الشاورما. اوكي، حط نقطة جنزبيل، وهحط نقطة ثوم، حاجة بسيطة قوي. نقلب بقى كده كله مع بعضه كويس. كده الشاورما جاهزة، وزي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا فراخ متقطعة شاورما بدل اللحمة زي ما انتوا عايزين. احنا عشان عملنا قبل كده مع بعض شاورما الفراخ، ففضلت ان احنا نعمل النهارده شاورما اللحمه، هي نفس الطريقه ونفس كل حاجه. دي جاهزه عشان ننزل اللحمه فيها، ولو لقيتهم كتير هقسمهم على مرتين عشان ما تنزلش ميتها. ريحة التوابل كمان عند الرز جاهزة، فهنعمل ايه؟ هننزل الرز هنا، عايزة ياخد تشويحة واحدة مع كل المكونات دي، وبعدين هننزله المرقة. دي مرقة لحمة بما اننا بنعمل شاورما لحمة. شوف اللحمة اخبارها ايه. انا عندي هنا البولة نظيفة مطرح الرز، هستخدمها عشان اطلع عليها اللحمة اللي هتستوي عشان انزل الدفعة الثانية.
الرز اول ما يبتدي الشوربه بتاعته تغلي ويبتدي يتشرب نرفعه على طول، نوطي النار ونغطي عليه. اوكي اول ما اللحمه دي تجهز نطلعها وهننزل الجزء الثاني. الرز بدا اهو يغلي، بس عايزاه يغلي اكتر من كده قبل ما اغطي. هنا مكان الشوربه، هحط شويه من الميه السخنه دول كتير، هحط اقل من كده، وهحط عليهم الزعفران. قلب تقليبه كده عشان يدي اللون بتاعه، وهنطلع فاصل ونرجع عشان نكمل. رجعنا بعد الفاصل، احنا وطينا على الرز وغطينا عليه عشان يكمل سوى على مهله. اللحمة هنا استوت، فنزلت عليها اللي احنا كنا عاملينهم في الاول لحد ما تاخد لون حلو. هنسيبها براحتها. هنعمل مع بعض السلطة بتاعة التومية السريعة. فحطينا بس هنا الرز، العيش بتاع الفتة. عندي هنا ايه؟ عندي مايونيز، زبادي، ثوم، عصير ليمون، وملح وفلفل طبعا. نحط شوية خل، وهتبقى عندنا التومية السريعة. مرة تانية إن شاء الله هنعمل مع بعض التومية اللي على أصولها يعني، بس مرة تانية إن شاء الله. دلوقتي أنا هحط نص مقدار المايونيز زبادي الأول، وبعدين هقلب وأقرر بقى محتاجة أعمل إيه. أوكي، فلفل، ملح، ثوم، كمية من الثوم. لو عايزينها تبقى ناعمة قوي ممكن تضربوا كل المزيج ده في الكبة أو في الخلاط، بس أنا صراحة يعني ما بتفرقش معايا الحاجات دي، انتوا عارفين. شوية خل وعصير ليمون، خلاص. عشان كده بقول لكم هي التومية السريعة، محتاجين بس ندوق ونشوف احنا محتاجين نزود حاجة ولا لأ. طمن على الرز، تمام. اللحمة هنا كمان استوت، بس انا عايزاها تاخد لون حلو فهسيبها شوية وندوق هنا. لا مش محتاجة حاجة. حط التومية هنا. و طلع لكم المقادير بتاعة السلطة بتاعتنا، سلطة اللوبيا اللي هي بيسموها الفاصوليا معين سودا، بس هي اسمها لوبيا يعني. تعالوا نطلع المقادير. مقادير السلطة عبارة عن سبانخ فريش صغيرة، ننقي الورق الصغير على قد ما نقدر، بصل أخضر، مستردة، بصل أحمر، لبنة، آه
اللوبيا طبعا مسلوقة، خل التفاح وكزبرة خضر. طبعا هنحط التتبيلة، هنحط ملح وفلفل وهنحط كمون. محتاجين كمان شوية مايونيز صغيرين مع اللبنة كده عشان نديها غنى. الشاورما دي خلاص جاهزة، خليها هنا هنغرفها. تعالوا نعمل مع بعض السلطة الأول. في طبق التقديم على طول زي ما احنا متعودين هنرص شوية من السبانخ. فرصة السبانخ دلوقتي موجودة في السوق وحلوة وفريش وجميلة، فنستخدمها في السلطات زي ما بنستخدم الجرجير. احنا صحيح مش متعودين على كده، احنا متعودين نستخدم السبانخ مطبوخة بس هي حقيقة بتبقى حلوة جدا، طعمها حلو ومغذية، فيعني حاولوا تجربوها كده. اللي مصمم انه ما يجربهاش ممكن يستبدلها بشوية جرجير او خس اي حاجة خضرة. حطينا كده احنا السبانخ، اللوبيا انا بحبها جدا، يعني احبها حتى لو مستوية او مش مستوية. هجيب بس سباتولا، هننزل هنا شوية من اللوبيا. وبعدين عايزة أعمل إيه؟ عايزة أقطع البصل شرايح رفيعة خالص، بصل الأحمر، و البصل الاخضر طبعا خلاص انتوا حفظتوا طالما البصل الاخضر موجود في السوق. حتى لو الوصفه ما فيهاش بصل اخضر انا هحطه لان فرصه. شويه بصل اخضر نستخدمه كله، الابيض والاخضر بتاعه. و دي نصيحه يعني اللي ما بيحبش البصل يكون طعمه حاد قوي يستخدم البصلات الصغيره الرفيعه، كل ما بتكبر كل ما الطعم بيكون حاد اكتر. اوكي كده خلاص. شوية من الكزبرة خضرة، مش عايزة استخدم العروق، وحاولوا دايما ما تستخدموش العروق لانها بتدي شوية مرارة في الطعم. كده خلاص تعالوا نعمل الدريسنج بقى. نحط نقطة ثوم في الدريسنج، هنحط ايه؟ الخل، الكمون، شويه من الفلفل، شويه من الملح، ثوم، فص ثوم مثلا، وبعدين هنستخدم مايونيز. مايونيز اقل كتير من اللبنه، انا عايزه اللبنه هي اللي تكون اساسيه في الدريسنج. نقلب اوكي. هحط بس شويه من الدريسنج الاول على شويه اللوبيا اللي احنا حطيناهم دول عشان نضمن ان الطعم هيكون واصل لهم هما والسبانخ. وبعدين هنحط بقية المكونات، كزبرة، البصل الألوان الأحمر والأخضر، شوية تاني من اللوبيا، وبقية اللوبيا اللي احنا سلقينها دي مش هتترمي، هنطبخها بقى نعملها بالطماطم والثوم ونطبخها زي ما بنعمل كل الخضار.
نزل الدريسنج، كده السلطة بتاعتنا جهزت. شوية لوبيا هنا والسلطة جاهزة. تعالوا بقى نطمن على الفتة، بس بعد ما نشيل كل ده عشان نعرف ايه نقدم. المستردة احنا نسينا نحطها على التتبيلة، فبعتذر لكم. هنحط كده شوية، طبيعي احنا لما نيجي نغرف من السلطة هنقلبها تاني، فهنستخدم بقى المستردة ساعتها. خلاص كده هنبتدي بقى نغرف الفتة بتاعتنا. هنعمل ايه؟ رز خلاص جهز، نقفل ونقربه كده هنا. هعمل ايه بقى؟ انا عايزة اغرف شوية الاول من الرز على العيش هنا. اللي حابب انه الفتة بتاعتنا تبقى شوية طرية، شوية من المرقة اللي احنا عملنا بيها الرز، سوينا فيها الرز، هنسيبها ونسخنها ونحطها نسقي بيها العيش لو انتوا حابين. انا شخصيا ما بحبش الحكايه دي خالص، فبس يعني بكتفي بان الرز بيكون سخن فبيطريلي شويه العيش. وفي الوقت ده كمان هنستخدم الزعفران على بقيه الرز بتاعنا. تقدروا تحطوا الزعفران من الاول ويبقى الرز كله بالزعفران. انا حابة ان هو يبقى يعني واخد اللونين مع بعض. طماطم، بصل، بقدونس، هينزلوا كلهم مع بعض، هياخدوا تشويحة واحدة مع اللحمة الشاورما دي وخلاص، وتتغرف على الوش وتبقى جاهزة. هي دي اللي بتدي طعم الشاورما في الآخر، يعني أكتر من أي مكون تاني صراحة. بصل أحمر أو بصل أبيض مش فارقة في الوصفة دي خالص. أنا بحب أستخدم دايما البصل الأحمر، لونه مميز وطعمه مسكر أكتر من البصل الأبيض، بيبقى حاد أكتر منه شوية. طماطم، هناخد كل المكونات دي وننزلها على الفتة الشاورما. كده هنقلب تقليبة واحدة، تمام. مش عايزة الخضار ده يستوي خالص على السخونية بتاعت الطاسة، يدي الطعم ويدبل، مش يستوي، عشان تبقى اقرب حاجه للشاورما اللي احنا بناكلها بره. في الوقت ده هنحط بقى الطبقه الثانيه من الرز اللي احنا عملناه بالزعفران. مش هيفرق معايا قوي لو طلع شويه من القرفه او القرنفل او كده، لكن لو انتوا خايفين يعني يجي في بق حد او حاجه ممكن تشيلوه. والطريقة المعتادة بتاعتنا ان احنا بنعد واحنا بنحط عشان لما نيجي نشيل نبقى عارفين احنا حطينا كام وشلناهم كلهم ولا لا. كده الرز وعليه اللحمة. نغرف بقى، يعني هي مش هتاخد كل الكمية، مش مشكلة، ممكن نحط في طبق تاني جانبي، بس هي دي الفكرة. يعني في محلات كتير بتباعها
واحنا بنروح ناكلها، ف ليه لا ان احنا نعملها في البيت. زي ما شفتوا ما خدتش اي حاجه، بقيت الشاورما دي لو اتفضلت عندنا هنعملها سندوتشات. واتمنى ان انتوا تجربوا كل الوصفات اللي عملناها مع بعض النهارده، وهشوفكم في حلقه جديده من اميره في المطبخ ان شاء الله. باي باي.